ثمة أحاسيس تصبح واقعا، ولحظات خلفتها الحرب لا تنسى. هنا في تعز، مدينة الحياة، حيث يختبئ الموت وأدواته على أطرافها. يتكرر الأمر مرات عدة، ولم ينتهي منذ أن بدأت الميليشيا حربها على المدنيين. حرب اغتالت الأحلام وحولت الأمنيات إلى مجرد ذكريات مؤسفة عند الضحايا وذويهم، وفي هذه القصة إحداها. بداية الحرب، كانت أسرة القاضي عبد القوي العباسي تعيش هنا مجبرة على مسافة واحدة من الخوف والموت، وهو الأمر الذي قادهم لقضاء السنوات الماضية بمرارة الفقد والحرمان المباغت. بعد استشهاد الشابين رياض وإلياس عبد القوي بفعل قذيفة ميليشيا الحوثي، الحادثة للأولاد لم تكن غريب، لأنه بدأ استهداف المنزل الذي بشماسين، وكان الرياض شهيد الرياض الله يرحمه كان هو عاقل الحارة ورئيس لجنة حقوق الإنسان، واستهدف الضربة الأولى عند المقاومة، كان ساكن بأولاده ما نزحش لأن احنا اضطرينا النزوح، وجاءت القذيفة الثانية وكذلك للمنزل من جهة سفتل، والقذيفة الثالثة من جهة السلال، دبة السلال. ورغم ذلك ما اضطره ايضا الى انه يعني ينزح بقوله باولاده الى القرية، وبقي هو فترة. كذلك اخوه كان في المنزل الذي بسيناء، واستطاعوا بتخطيط متعمد ان يجمعوا بينهم بلحظة واحدة، تقريبا كم في امرأة او كذا بهذا الشكل، وصلوا الى غرفة معينة وواصلت القذيفة مما أدى إلى استشهادهم. جرائم وانتهاكات عدة تؤكد صفة ميليشيا الحوثي كمشروع قتل لا غير. وفي تفاصيل هذه القصة ما يؤكد واقعية قصص ومآس كثيرة اكتشفت، وأعظم منها لم تكتشف بعد. استهداف متعمد يعني دون مبرر، وإنما لرغبة في أنفسهم لمحاربة الفضيلة، فضيلة بشكل عام، وإلا من أول الجلسة من أول شرارة ونحن محكمين منفصل للطرفين من قبل الأطراف بتراضي الأطراف، وكنا عملنا على احتواء المنطقة رفضوا ذلك، يعني حاولنا بجميع الطرق، وكان هناك شهداء، والقصة طويلة. يعني أقول لك يعني الخلاصة إنه استهداف لجميع، وحتى الآن ما حتى هذا الشهيد اللي مسجل حتى الآن تم الشهادة. فيعني ما أقول لك، يعني نظرا لمواقفنا تجاه القضاء وتجاه العدل في المنطقة وفي غير المنطقة. منذ أن حدثت الجريمة وحتى اليوم لم تستطع أسرة القاضي تجاوز تفاصيلها المؤلمة أو إخفاء مرارة الشعور، شعور الفقد الذي توزعه ميليشيا الحوثي على المدنيين في تعز. الحقيقة إنه الآن شهداء من ضمن شهداء المحافظة كاملة، لكن كانت الفاجعة كبيرة، وكنت أنا داخل المنزل، وربما كان التخطيط كذا، كان متعمد جمع الأولاد بكذا، إلا أنا في الليل نصف الليل سافرت القرية، وكانت القذيفة متعمدة على اعتبار أن احنا موجودين الجميع داخل المنزل كذا، مش دارين أنا سافرت بالليل، والساعة 11 قدام الظهر والساعة 10 قال لي اتصال، أول من اتصل بي يقول لي ها تقريبا وقع قذيفة في بيتك، والثاني يقول لي كأنه رياض السجين.
كأي أب يعني، أي أب يشعر إنه فلذة كبده يعني ابنه حياته يعيش معه، يضحك معه، يلعب معه، يرتاح معه، فجأة في وقت من الأوقات يقول له عظم الله أجرك، إيش في؟ قال له ابنك توفي. كيف توفي؟ قال له في قضية كذا فجأة يعني بدون أي سبب. أكيد الأب بيتأثر، بيزعل، كذلك الأم، الأسرة بيكون في نوع من الشعور من بالجرح، شعور من المأساة، يعني ابنك يفقد في لحظة وابنك الآخر يفقد، كذلك نساء الأولاد، أولاد الأولاد نفسهم متأثروا، الحالة النفسية، المنزل، أكيد يكون شعور الأب من 30 مليون يمني يعني متأثرين متضررين من هذه الحرب، من جراء الحرب هذه. في صباح 17 من يوليو من العام 2017 أرسلت الميليشيا قذيفة مباغتة على حي صينة الواقع وسط المدينة، سقطت على منزل القاضي عبد القوي العباسي أثناء تواجد أبنائه الاثنين اللذين قضوا مباشرة متأثرين بإصابتهم البالغة جراء القصف. كنا في القرية ونزلنا، تحركنا رجل المسافة وكذا، وصلنا ورحنا المستشفى، أجيناهم بالثلاجة الاثنين وعزوا كذا، ولا ما نش عارف بوفاة الآخر إلا بالثلاجة، إلا عندما شفته بالثلاجة، واللي ما حد رضي يتكلمنا عنه، قالوا لي إلا واحد كذا ومدري بهذا الشكل يعني. فقلت هذا يعني هو الواقع، منه شهداء تعز كثير، وأولادنا ليس مثلا على شهداء الآخرين، إنما أقول لك الألم يعني كثير وهكذا. الاثنين خريجين حقوق، وهذا قد كان محامي، كان عاقل رئيس حقول لك الإنسان يعني بهذا الشكل، كان شيخ هناك في المنطقة، والثاني كذلك خريج حقوق وخريج هندسة وخريج محاسبة، ويعني بس ما أكتب لهم شطوني. أنا كنت في القرية، سمعت من أصحاب الفرزة والسيارات وهذا والأخبار أنه وقعت قذيفة إلى بيت القاضي عبد القوي أحمد السلطان، وراحوا ضحايا اثنين من أولاده، وأحدهم قاضي تمام اسمه رياض، والآخر لا أذكر اسمه تمام. وفي نفس الوقت كان معي ابن صغير حدود يمكن حدود كان ب 2018، الآن عمره يمكن 13 إلى 14 سنة، خاف يعني، قال كان قد هو متعلق بعض السيارة وسمع صوت انفجار في الدور الرابع يمكن، المهم انفجار ببيت القاضي عبد القوي في صينة في فرزة مشرى وحدنان. رياض عبد القوي وإلياس عبد القوي شابين رحلا دون سابق إنذار، ومنذ رحيلهم يعيش ذويهم مأساتهم بصمت، من بينهم الشاب حمزة رياض الذي حرمته ميليشيا الحوثي من والده في عمر مبكر. صباح الحادثة، قبل وقوع الحادثة أبي خرج من البيت، رايح البيت الثاني بعد، والتقيه وعمي، بعدين دخلوا البيت اجتمعوا الاثنين نص غرفة، وقال قذيفة، وقع الظهر وصل الخبر إنه القذيفة وقع على البيت، بس ما قالوا لنا ايش قري. نجي نروح المستشفى نشوفهم، قاهم الاثنين يعني ما صدقناش الخبر، ولا صدقنا انه يعني ما توقعناش انه كان عادوا عندنا الصباح والظهر يقول لنا خبر، ما صدقناش. تغير كل شيء يعني، الحياة تغيرت لانه فقدان الأب، فقدان الأب يعني فقدان جزء كبير من الحياة. رغم مرور أكثر من 5 أعوام منذ الجريمة، ما تزال آثارها وتداعياتها حاضرة في ثنايا المكان، وبنسبة أكبر
هناك جرح غائر يعيشه بقية أفراد أسر الضحايا والمصابين من أبناء الحي. الذكريات لا تغيب عن أعيننا 24 ساعة، كل ما رأينا طفل من أطفالهم ذكرنا أولادهم كانوا بارين بوالديهم رحمهم الله، وأعتقد أنه كتب لهم الشهادة مكافأة لهم، الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء. البنت الذي شل الصاروخ للجهة كذا، أبي تقول لك أبي فلان وكن كذا، يعني طبعا وتزيد تثير الحسادات أكثر وأكثر يعني. فالجهال كانوا يعني متأثرين بأبائهم بكثير، كانوا عليهم حنون كذا. الأسرة كانت منسجمة قدر الله ما شاء الله. كان شعور ذعر حيث أخذت هاربا إلى أحد المحلات أمامنا ولم أشعر بإصابتي حتى رأيت الدم يسيل على صدري، وتم إسعافي في ذلك الوقت، وأصيب كذلك 3 آخرون وفارقوا الحياة، منهم 2 في داخل العمارة وأحدهم في الأسفل، وتوفوا جميعا حيث بترت يد أحد المصابين في محل الحلاقة، وكثير أصيبوا أمام صرافة الكريمي وفي المحطة، وكان في ذلك اليوم يوم ذعر لأهالي صينا جميعا. طبعا لما خرجوا إلى القاضي تحمل لهم قدون ميتين جثث هامدة، أصبح الحي يعني ذؤبة وحشة بشكل هذيك اليوم، أنا يعني يوم سوداء، يوم صعب جدا. وفي واحد كان بالله عند الحلاق قتلوا الشضايق بقتلوا اليد، وصل الشضايق لا عند الكريمي، في واحد جريح تصوب قتلوا شضايق لا عند الصيرف الكريمي، هذا اللي حصل في هذه اليوم. والله أعتقد أنه قد بنقدر نقول ما تناسوا، مش ممكن واحد يتناسي، خاصة عندما يفتح جهاز التلفون وشاف صورة الابن والأولاد وهذا، ولا يذكر ابنه أكيد يستعيد الذكريات والدمعة تكون لحالة مش أمام الناس. لا تضع الميليشيا أي اعتبار لحياة المدنيين الذين يسقطون ضحايا لقصفها العشوائي منذ اندلاع الحرب دون وجود أي أهداف عسكرية بالقرب منهم، تماما كما حدث في حي صينة الذي شهد عشرات الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين. كانت المنطقة مكتظة بالسكان، وكما أن المنطقة فيها فرزة إلى منطقة صبر، وفرزة باصات وزحمة السكان داخل السوق، والوضع كان يعني بسكينة ورخاء بعد أن طلقت القذيفة إلى العمارة. أصيب الناس بالخوف وفروا هاربين، ومن بينهم الذين كانوا في السيارة، ومنهم الذين كانوا على الباصات، ومنهم الذين كانوا في السوق يبتاعون ويشترون. يعني كانت الحالة جدا يعني مخيفة. يقول لك الجرائم يندى لها الجبين، من ضمنها هذه الجريمة، وحدثت كذلك بنفس الحي وأنا موجود، قذائف لناس يعني كانت تجي هون، يعني تخيل فجأة أنت وهو في البيت يجي لك قد الرقبة تطعت ما مش حجم به يعني، وقد رقبته ذا ينزف دم. واحد ثاني نفس الحكاية، يعني مآسي كثير إحنا شفناها عشناها، لكن فالحرب هذه دمرها وأثرها على الشعب اليمني بشكل لا يتصور، يعني رجعتنا لوراء 100 سنة، يمكن أكثر من 100 سنة. يعني الآن نشتي بناء اقتصاد جديد، بناء يشيل اللي تحاربوا، تأهيل نفسي. تتجاهل ميليشيا الحوثي كافة القوانين الدولية والإنسانية قبل ارتكاب جرائمها، وبعد حدوثها
يتماهى العالم أيضا والمجتمع الدولي مع هذه الجرائم والانتهاكات التي خلفت آلاف الضحايا المدنيين في تعز. استهداف الأعيان المدنية من الجرائم التي جرمها القانون الدولي الإنساني، وأيضا كان هناك تعريف واضح للأعيان المدنية وهو في البروتوكول الإضافي الأول للمواثيق الدولية. أعتقد أن هذه الجرائم مورست في محافظة تعز بشكل ممنهج من قبل جماعة الحوثي. هناك مئات المنازل التي تم استهدافها بشكل عشوائي بالقصف العشوائي أو تم تفجيرها بعبوات ناسفة. لذلك هذه الجرائم عندما تتحول إلى أعمال ممنهجة هي تعد من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني. لكن في اليمن حتى هذه اللحظة ما زالت المنظمات الحقوقية والفاعلة في الميدان تنتظر من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة استخدام أو إيجاد عقوبات ردع مناسبة لكي تحد من هذه الجرائم في الأيام القادمة. لأجل غير مسمى سيبقى الباب مفتوح للمزيد من الجرائم في مدينة محاصرة بالموت، يرزح فيها الضحايا مجبرين تحت رحمة ميليشيا لا تملك إلا الموت توزعه بلا حساب على الجميع.